طابت الزبده نشوفه نسيه هكذا ان بيغدون في الارقام تاعي. شوفوا طابت الزبده شوفوا خلاص لو قاسي المارون ديرها في الفوخ باش تعطي لي هذيك التحميره. الله الله فقط لهنا اللي يحب لي يدير لها كومون ديراج فلفل يزيد لها الفلفل يزيد لها. ومن بعد ندير لكم هذاك الطبق تاع الفلفل والكمون. اذا لهنا حباباتي الطبق راهو جاهز يعني بسم الله ما شاء الله. لهنا بعد ما طيبتو يعني في لا كويزينيير في الفوق طابليت تري بيان غلفوه هكذا بالبابيي كومون ديراج بورق الزبده بابيي كويسون غلفوه حتى يطيب لكم. ومن بعد انا دخلت له للفرن يعني حيت البابيي كويسون دخلته للفرن حتى يعني طابلي يعني حمرت الدجاج تري بيان. والطبق هذا يا حباباتي تاع الدجاج مع الخضره كامل هايل هايل غير تجربوه. والبصل يا البنات كيدا يعني كيدا توك ترونش ما بالنيش كامل تحسي غير الكو تاعو وهذاك الطماطم اللي طلقت الماء تاعها بسم الله ما شاء الله. اذا لهنا حبيباتي نجيب انفان لا كونتيتي كميه تاع البطاطا على حسب افراد العائله. انا درت ان بيتي بلاطو هكذا بديت لهنا نقشر في البطاطا تاعي فوالا. هذه العمليه يعرفوها كامل اكيد لكن حنا لهنا نخدموا للمبتدئات اللي هكذا كاينين بنات مازال ما تخرج لا كويزين هكذا نحبوا نوريو ايتاب باغ ايتاب. اذا بعد ما نقشر البطاطا تاعي كامل كميه تاع البطاطا تاعي يا البنات من فضلكم فقط دعموني لايك و بارتاجيو لا فيديو وثاني اشتراك مازال ما اشتركش في قناتي من فضلكم فضلا وليس امرا هكذا باش تدعمونا نديرو اكثر للقدام من فضلكم فضلا. لان بعد ما خلصت كامل كميه تاعي تاع لا بوم دو تيغ قشرتها غسلتها هكذا لازم تغسلوها تري بيان. انا غسلتها دو فوا يعني مرتين هكذاك. ونبدا يا البنات لهنا نقطعها دوائر نقطعها دي روندال. لهنا كي تقطعيها دي روندال يا حبيباتي ما تقطعيهاش رقيقه رقيقه ما تقطعيهاش غليظه. وعلاش؟ لو كانت تقطعيها رقيقه راح تتبالك ديريكتومون وخلاص تروح لها هذيك لا فورم تاعها. كي تاني خشينه تاني تصعب لك في الطياب. اذا ديريها متوسطه. لهنا نجيب البلاطو تاعي هذا الشباب هذا اللي نحبوه ندهن هكذا شويه تاع الزبده البلاطو تاعي. انت تحبي ديري هذاك بهذاك البلاطو تاع الدجاج تحبي باي بلاطو عندك. نبدا نفرش حباباتي لهنا البطاطا تاعي نسويها كامل هكذا يعني ما نخلي حتى بلاصه نفرشها كامل يا حباباتي لهنا ونسي هكذا نسقمها هكذا باليد تاعي باش تجي يعني متساويه. لهنا يا حباباتي نجيب وحده تاع الطماطم انا درت له فقط وحده. تحبي تزيدي لا كونتيتي تاع الطماطم زيدي. نقطعها ثاني دي رونديل كيما قطعت لا بوم دو تير بطاطا تاعي. ونزيد لهنا بصله يا حباباتي لهاد البصله الشابه الله الله. نقطعها ثاني دي رونديل ثاني. لهنا فقط ملاحظات تقدري تاني تزيدي الفلافل يعني الالوان يعني الاخضر الاصفر كاين بزاف من انواع الفلافل. لكن نبعد لكم يعني طبق يعني خضر 100% اليوم درتو بلا بوم دو تيغ والطماطم والبصل جا هايل البنات عبلك الزبده. لهنا نجيب هكذا لا مغمه تاعي ونزيد نصف لتر من الماء ونزيد الزبده يا البنات وفلفل اسود ونزيد الملح. ولهنا بيان سور نجيب هكذا الثوم تاعي. لهنا فقط يا حبيباتي درت فقط جوج سنات لان الثوم تاعي كبير هكذا جوج سنات مليح ملاح. لهنا نضيف ثاني نصف ملعقه من الكركم يا حبيباتي. الكركم يعطي اللون الجميل للبلاطو تاعنا
ومام طون تعطي لها الذوق. لهنا نسكر فج يا حبيبتي جوج السنات تاعي تاع الثوم ونحرك كامل الخليط كامل اللي كنت يعني قلت لكم مغليت الماء وضفت المكونات اللي ذكرتها. لهنا يا حبيبتي نجيب الدجاج تاعي هكذا يتخونش تاع الدجاج تاعي. لهنا ما تقيديش كيما انايا عندك الاجنحه تاع الدجاج عندك اي يعني دجاجه عندك. انا هنا قطعتها اطراف صغار ولهنا يا حبيبتي بديت هكذا نفرش في البصل تاعي هكذا دي روندال الله الله ونفرش في لابطوماط تاعي لي روندال تاعي تاع الطماطم. صدقوني والله العظيم يعني عن امانه هذا الطبق يعني عندي واحد التكات واحد الحركه واحد يعني اللمسه تاع ليمون ستارز يعني جامي شفتها انا يعني بيرسونال ما شفتهاش في اليوتيوب يعني درتها هكذا على لي فكرتي فقط. لهنا نحيو كميه من لاصوص تاع اللي حضرناها كامل ونبداو يا حبيبتي نغمسوها نغمس الاطراف الدجاج تاعي في داخل لاصوص تاعي المتكونه من الزبده والمسخون والفلفل الاسود والكركم والثوم. نخليوهم يبدا تهنيك حوالي دقيقه الى جوج دقائق خليو الدجاج يتشرب كامل هذاك هذه يعني الخليط هذا باش يعني يجي الدجاج تاعكم بنين بنين بنين. ونبدا بيان سور الكميه اللي بقات لي نبدا نسكبها كامل في البلاطو تاعي البنات. لهنا هاد العمليه كيفاش نديرها البنات؟ لهنا نديرها في الغاز يعني طيب لي تري بيان نغلفو هكذا بالبابيي كومون ديراج كويسون يعني بالورق الطهي ومن بعد انا نحي ورق الطهي كي تبدا يعني تبلي ندخلها للفرن باش تبلي الدجاج كامل باش يحمر لي. لهنا فقط شريت البرتقال يعني لامانداغين لقيتها حلوه حلوه.